هبة وضيفتها صاروا معنا بالاستوديو لنعرف أكثر شو بدهم يخبرونا بواحد اثنين ثلاثة. خلوكم معنا. بونجور. بونجور سامر. بقول واحد اثنين ثلاثة يا حماتي ليه؟ شو خاص؟ هبة. هبة يا حياتي بالمبدأ، كيفك؟ منيحة أنت؟ تمام؟ ماشي الحال. ماشي الحال. صباح الخير مايا. بونجور مايا، كيفك؟ نعد عليكم رمضان عسير. ميرسي وعليك. اليوم شو الخبرية؟ عارفة شو الخبرية أو لا؟ لا. طيب منبلش لك أنت. يلا بلش سوا. بدي أسألك سؤال أول شيء. لنفوت بموضوعنا. هلا مايا بعدين أكيد حنستفيد منها كثير، بس بدي أسألك لك الختيار ليه بيقولوا له ختيار؟ أو كيف بيصير ختيار؟ ليه عم تسألينا سؤال؟ لو عم ماكي نتحدث قبل ما نبلش بجد. ختيار ليه بيقولوا له ختيار؟ يمكن لأنه تبطأ حركته. ايه. ويمكن ما بقى عنده هيدي النشاط والإنرجي. برأيك كرمال عمره أو كرمال ببطل عنده ليونة؟ ليونة أكتر، لأنه العمر مش يعني الختيارة ما بدها عمر. في واحد صح. يكون شاب بيقول إنه شو بكي مثل الختيارة عاملة، لأنه ما كتير عنده حركة أو نشاط أو لا ما عم تفلسف ولا صباب تقطع مرسي بنجح بالجواب بنجح بتربح. مزبوط. لا يعني الهدف اليوم من هيدي الحلقة أنه الستريتشنج والبيلاتس هن من أهم الرياضات مايا. مزبوط، يلي الواحد لازم يمشي فيهم من كان كبير أو صغير وكان شاب أيضا ليوصل لعمر يلي بيقولوا له ختيار. ختيار مش يعني كلمة إذا الواحد كان عمره 80 سنة أو هو بيوصل أو 70 سنة. مزبوط، قد ما كان عمره بيوصل مش ختيار. إذا كان عم بيحافظ على جسمه ولياقته، إذا كان عم يعمل ستريتشنج وبيلاتس، هول الأنواع من السبور يلي بيخلوا فيه ليونة للجسم. مزبوط. على كل حال رح نحكي أكثر عن ستريتشنج وعن البيلاتس، وكرمال هيك معنا مايا زيدان، أنت اليوم ضيفتنا. كمان أنت مايا بدي أرجع أعرف العالم يلي أول مرة بتشوفك بفكرت واحد اثنين ثلاثة. أنت صاحبة يويو جيم بصيدا، هذا النادي يلي مخصص كمان للسيدات. مزبوط. طيب خلينا نبلش بالبيلاتس. في عالم كتير ما بتعرف شو يعني بيلاتس، يمكن بيعملوا الحركات بس ما بيكونوا عارفين انه عم بيعملوا بيلاتس، ففينا نتعرف اكثر عن هيدا النوع من السبور. هن بيسمعوا كلمه بيلاتس بخافوا، يمكن انه بيلاتس كانه عنوان كبير. مزبوط. للسبور. هي الكلمه من اللي اخترع البيلاتس من زمان كتير، يعني اسمه جوزيف بيلاتس. ونسبت نسبت الكلمه لهيدا النوع من السبور. هو اخترع مثل نوع معين من الرياضه ليعالج الانجوريز او اي خطا بالجسم بالبوستر. مثلا حدا تعور، كان قبل هيدي الرياضه كانت 1 تو 1، يعني كل حدا بيجي لعنده لجوزيف بيلاتس عنده اي مشكله بصحح له وما بيستعمل بس المات والغرفة مثلاً اللي بنستعملها باستديو هلأ بالجيم، كان يستعمل مكانات خصوصي للبيلاتس، وهنا هو المكانات معروفين كتير وبعضهم اللي هلأ بيستعملوهم ببعض الأندية. هلأ هيدي الطريقة التقليدية للبيلاتس، وفي طريقة اللي هي الحديثة اللي عنا إياها هلأ بالأندية. دخلوا على البيلاتس ستريتشنج أكتر، أقل إكويبمنتس يمكن، ما في إكويبمنتس غير المات أو ممكن إلاستيك باندز، هيدول المغيط اللي بشد بيستعملوهن، يعني إكويبمنتس بسيطة مش الإكويبمنت القديم اللي كان يستعملها جوزيف بيلاتس. أوكي طيب خلينا نحكي عن فوائد البيلاتس للجسم. أوكي. شو بيفيد جسمنا؟ هلا هو مقسم لكذا مرحله البيلاتس. اول مرحله بتشتغل على مثل وورم اب للعضلات لتحضره ليعمل ستريتشنج، لانه ما فينا نعمل ستريتشنج او نزيد الفلكسبيليتي بلا ما نعمل وورم اب. فبنعمل دايناميك ستريتشنج باول مرحله، بنرجع بنشتغل على كثير حركات لها علاقه بالبوستر، اذا بدك شكل الجسم، كيف واقفين، كيف قاعدين، كيف لازم نقعد، كيف لازم ننام. هيدا تصحيح الهابت او العادات السيئه اللي نحن بنكون نعملها، كيف بنقعد، كيف بننام. وفي عندك المرحله الثالثه اللي هي ستريتشنج اكثر وفلكسبيليتي ليونه، بنشتغل حركات ليونه. كلهم هول بيشتغلوا على قوه الظهر، قوه المعده، ليونة الجسم، وهيدي هي وظيفة البيلاتس. طب مايا هيدي الرياضة بنشوف البنات بيروحوا عليها أكثر من الشباب. صح. يعني عادة حتى الستريتشنج مش بس البيلاتس، يعني مظبوط هول النوع من السبور بنشوف البنات أكثر من الشباب، ليه؟ وهل هيدا سبور بس لنوع معين يعني من العالم، بس للبنات مثلا؟ أكيد لا، ما في سبور بس للبنات. يعني بس بتلاقي لأنه هيدي الصف ولأنه ما في قوة أو مظاهر قوة يمكن ما بفوت عليها الشاب،
بلس انه معظم الشباب اللي بتعمل بودي بيلدينج اكثر شيء او بتكون اثليتيك ما كثير بيهتموا بهيدي النوع من الصفوف، وبتلاحظي عليهم هبا انه صح بيبرموا كلهم سوا مثلا ما بيجيبوا بالحبيبين. انا بقول ايه عشان سبب فانا هلا بنصحهم للشباب كلهم انه يبلشوا يعملوا صفوف ستريتشنج وبيلاتس، مش بس بتساعدهم بالورك اوت تبعهم او بالكارديو اللي عم يعملوه او بال ويت اللي عم يعملوه، بتساعدهم بحياتهم اليوميه. يعني كل ما عملنا تطول العضله، كل ما صارت فلكسبل وطولت العضله ومفاصلنا صارت الين، كل ما تحركنا اهون بطريقه اسهل صح وبحياتنا اليوميه. اصلا نحن بحياتنا اليوميه بنعمل ستريتشنج يمكن مايا بلا ما نحس، يعني نحن مثلا في من النوم او بنكون قاعدين مثلا ورا مكتبنا بنحس حالنا تعبنا من حركه جسم لحاله بيعمل ستريتشنج. بتفيقي مثلا بتعمل ستريتشنج اول ما تفيقي بتلاقي حالك قاعده مثلا لمده طويله عضلاتك عملوا كونتراكشن تلاقي حالك جلست هبه هلا عملت وحده انه جلست عن جد. هو لا شعوريا الجسم محضر تيعمل ستريتشنج، فكل الناس حتى الصغار الكبار بيقدروا لكل العالم يعني هيدا نوع من السبور لكل العالم، اولاد كبار اي اعمار كمان كذا هدف كمان هبه، يعني حتى اللي بيعملوا باليه بيعملوا باليستيك ستريتشنج يعني محبز لا ضروري تعمليها اذا بتعمل سبور ولا ما بتعمل سبور. ستريتشنج كثير مهم لتقدر تحافظي على اليونت جسمك، بتصيري مع العمر بس تكبري اذا بدك تعملي حركه او تقربي ايدك بتلاحظي انك بطئت الحركه تبعتك. هلا البيلاتس والستريتشنج بيساعدوكي انك تسرعي هيدي الحركه وتحافظي على قوتك، بلس انه تقدري تطالي الاشياء بطريقه اهون لانه الرينج يعني مسافه الحركه او الرينج اوف موشن عم تستفيدي فيها هيدي، عم تقدري تمدي ايدك بطريقه اهون. الاشياء الفانكشنال الاشياء العمليه بحياتنا اليوميه هي اللي بتتحسن. انا هي هلا عاده بحس انه بدي الغرض يجي لعندي لانه مش ما عم قلي جلد لانه صفر هلا بعدين اذا بتلاحظوا كل العالم اكتفى هيك، وحتى بس نكبر بتلاقي انه نحن هيدا الانحناء بارت منه انه العضله انحنت قصرت، فلما تعمل ستريتشنج بتلاحظ كل الرياضيين بتلاقيهم البوستر تبعهم وقفتهم مشيتهم مختلفة، كيف عم بيقوموا عن الكرسي عم يتحركوا بعمر يعني عم نحكي 60 و70 بيكونوا أقوى. على كل حال مايا قبل ما بدنا نروح نشوف ريبورت خاصه بالبيلاتس للعالم تعرف اكثر شو يعني بيلاتس، بس بدي هيك باختصار كثير شديد كرمال نحن ما نرجع نعمل ستريتشنج هون على السد، بدي اعرف شو علاقه البيلاتس بالستريتشنج، يعني قد ايه قريبه شو العلاقه بيناتهم ستريتشنج بالبيلاتس وليه ما فينا نسميهم صف واحد؟ لا باختصار البيلاتس بيشتغل اكثر كور وقوه أوكي. يعني قوه ظهر ومعده وقوه اجرين، يعني مثل هو مثل سترينث تريننج او رياضه قوه قريبه من الويت بس على وزن جسمنا. الستريتشنج هو جزء من البيلاتس بيمرق فيه كل انواع البيلاتس بيمرق فيه كل انواع الستريتشنج. طيب هلا رح نشوف على كل حال مزبوط العالم يلي بعد ما بتعرف شو يعني بيلاتس خلينا نشوف هذا الريبورت سوا. هلا كل العالم يلي هلا عم يحضرونا بالبيت وعبالهم يتعلموا كم حركه ستريتشنج مثل ما كنا عم نشوف بالريبورت تعملون كل يوم بالبيت حتى كمان بشهر رمضان، هيدي الرياضه كثير مهمه ان كان قبل الافطار او بعد الافطار. رح نتعلم مع مايا على كم حركه. مايا اول شيء رح نبلش بحركه الرقبه. مزبوط. كل العالم بتكون قاعده ورا المكتب ورا الكمبيوتر حتى هلا ليتلي على طول الوقت على التليفون بنحس في وجع برقبتنا، عاده العالم بتصلح هذا الوجع شو بتعمل؟ بتطق رقبتها صح. او بتبرم رقبتها بكل الاتجاهات وهذا الشيء غلط صح. انت هلا حتعلمينا الطريقه الصحيحه. اول شيء القعده على طول ما نتخيل انه حدا عم بشدنا طلوع من راسنا اوكي اوكي ضهري جالس ايدي اجري على الارض قاعدين على الكرسي اوكي اهم شيء نهدي ايدينا بنبلش بتمارين الرقبه
بننزل دينتنا على كتفنا، هي اول اتجاه. اوكي، هن ست اتجاهات، ثاني على الجهه الثانيه ولفوق، نرجع على النص، ما بنرجع ننزل دغري لتحت. اوكي، لتحت بنروح يمين وشمال، بنروح. اوكي، سو ما بنعمل حركه الرقبه هيك، يعني لازم نحرك بطريقه بيروق، كل شيء فلكشن اكستنشن، يعني لقدام لورا، روتيشن، بطريقه دائما بدها ترجع الرقبه على النص. اوكي اوكي، ودائما بهدي ايدي عشان جلس ظهري واقعد بطريقه صحيحه. طيب، هيدي حركه الرقبه، حركه الظهر، كمان العلم يلي من اوجاع. مزبوط. كمان حركه ثانيه مايا كمان. اوكي، بنقرب ايدينا لقدام، بنشدهم، بنحط التشن او الدقن لتحت، وبنشد كانه عم نطفش الحيط. دائما اي حركه ستريتشنج بدها تبقى 30 ثانيه، هذا الشيء كثير بيساعدنا لنريح عضلاتنا، وبنفس الوقت بتصير مع الوقت تقوى الفلكسبيليتي تبعنا او الليونه اللي حكينا عنها من شوي. اوكي اوكي، فاذا حركه ثالثه كمان، كمان ايدينا بنرجع كف ايدنا لورا حد رقبتنا، راسنا جالس، ظهرنا جالس، معدتنا مبلوعه، بنمسك ايدنا من فوق وبنشد شوي شوي، دائما بناخذ نفس، ما بننسى النفس بأي حركة. اوكي، ومنغير على الإيد الثانية نفس الشيء، كمان 30 ثانية كل إيد، كل إيد 30 ثانية بنعملها، وفينا نعيدها إذا بدنا، بنقدر نعيدها، بنريح شوي وبنرجع بنعيدها، هذا الشيء بيزيد الليونة. اوكي اوكي، كمان كمان، ما بننتبه، ما بنزيح هيك، بنضلنا بالنص. أوكي، قاعدين جالسين، كتفنا هو اللي عم نعمله ستريتش. كمان الجهة الثانية، في عنا عضلة البايسبس من هون، أهون حركات هبا هول، نحن وقاعدين فينا نعملهم كل يوم، فقد هينين بياخذوا خمس دقائق معنا. خلينا نسرع شوي بالحركات لأنه بعد معنا بس دقيقة. أوكي، قد ما فينا خلي العالم تستفيد. هون خلصنا الأبر بادي، بيكون بعد عنا البس من الصدر. هولي مايا كل يوم بتنصح العالم يعملوا، كل يوم فيهم يعملوهم. اوكي، وما يعملوا هيك لانه هيدا نوع من الستريتشنج مأذي، ما فينا نضل نعمل هيك، خلينا دائما بدنا نعمل حركه ونوقف. يلا نوقف هلا، ستريتشنج للاجرين، نحط اجرنا على كعب الاجر هيك، هبا نطوي هالركبه، بنعلي، ما بننزل هيك بظهرنا، بنعلي كتفنا، بنحط ايدينا هون، نعمل ستريتش لكل عضله الاجر من ورا الهامسترينج، نرجع كمان نفس الشيء على الاجر الثاني، العضلة الاجر من قدام، كمان هيدي بتساعدنا نعمل بالانس، فينا نتهدى بشيء اذا مش قادرين، بس نحن قوايا ما بنتهدى. كبيرة يا هبة. كمان اكيد الاجر الثاني هبة. اوكي، دايما 30 ثانية لكل حركة، فينا نعيدها مرة ثانية. برجع بذكر اخر حركة كثير مهمة للبنات، هيدي اكيد الشباب فيهم يعملوها، يعني للبنات اللي بيلبسوا كعب، صح؟ بيلبسوا كعب، مزبوط. اوكي، كعب اجري بده يكون على الارض. شو بتفيد هي مايا؟ ليه بدهم يعملوها؟ مع الوقت بس تلبسي كعب هبا بتقصر عضله الكالف او البطه الاجر، فكتير مهم بقرب اجري هيك لقدام. اوكي، بحاول قد ما فيني ما اعلي اجري هيك، لانه بس عليها يعني ما عملت شيء، بدي انزلها على الارض، هيدي اللي بتخليني ارجع اعمل ستريتش لعضله الكالف لوضعها الطبيعي. فشوفي قديش شو بصير معنا نحن من ورا حياتنا هلا، القعده على المكتب والكعب وهالاشياء ضروري للستريتشنج اكيد. طيب مايا، يعني نحن قد ما فينا قدرنا نعطي العالم شويه حركات يستفيدوا منهم، اللي ما بيحب ينزل على النادي يعمل صف ستريتشنج او بيلاتس يعمل بالبيت، بس اكيد الافضل انه ينزلوا وبينبسطوا اكيد مع العالم اللي بتكون موجوده بيعملوا صف بطريقه اكثر. انا بدي اتشكرك مايا، ثانك يو لكل المشاهدين، ان شاء الله نكون فدناكم اليوم، بنعود لعندك رولا. لازم تعمليهم انت بالبيت، وبلش كل واحد يبلش من حاله. طيب. انا بدي اتشكركم اكيد، ثانك يو مايا، بنرجع بنشوفك ان شاء الله بحلقات مقبله. اما هلا رح نتوقف مع فاصل اعلاني، ومن بعدها بنروح على المطبخ عند الشيف علي لنشوف كيف رح تكون التحضيرات وشو رح يحضر لنا من بعد العصير، وكمان على طريقك عندنا جمعيه لاسا للوقايه من الحوادث المروريه او حوادث المدرسه. ما تروحوا لبعيد.